هلا إذا بقيوا المفاتيح معي ما لازم تفتح محلك، وإذا بدك ياني رجعهم أنت كمان لازم تعطيني شيء بالمقابل، برجع لك مفاتيحك. إيشو هالمحمود؟ هلأ فهمت. بالمختصر هي هي كل الخطة. فينا نحكي؟ أي طبعاً. انبسطتي بالسهرة؟ مو متعودة على السهر، بس ما بعرف، المهم تنبسطوا. أنت كنتي بتاخدي العقل، كل العيون كانت عليكي. بصراحة أنا ما كان بدي روح ديما خانم، يعني شكراً خانم أصرت كتير وما قدرت خجلها. متأكدة إنه هيك صار؟ ما فهمت يا خانم. رفيف، من اليوم ما بدي تتصرفي كأنك واحدة من العائلة بنوب. ما في لزوم تكوني قريبة من حدا، أصلاً بعد ما يولد ابني دورك أنتي رح ينتهي ورح ترجعي من محل ما إجيتي، ولهيك لا تتأملي وتطيري بأحلامك. تصبحي على خير. يعقوب، أنا برأيي لازم نطلع نسهر أكتر. حاضر يا روحي، بس بدي نكون لحالنا ماشي؟ يعني نضل أنا وياك نطلع نسهر دايما، نشارك بالحفلات والمجلات الاجتماعية تحكي عنا. عن قريب الكل رح يحكي عني أنا وياكي، وتطلع صورنا بالمجلات والجرايد ويقولوا رجل الأعمال الناجح وحرمه. وحرمه الجميلة. أكيد حرم الجميلة طبعاً. كرم لا تواخذني، علقتك معي كمان. لك شو هالقصة؟ بدل ما أروح على لندن إجيت لهون، ولا يهمك أنا مبسوط هيك. مين هدول؟ شو بدهم منك بالله؟ قصة ما لها طعمة. مشان بنت يعني؟ هلأ فهمت. ايه هلأ بقيان هون، ما راح اتصل بأبي بلا ما يعمل لي مشكلة. سليم شو رأيك نبقى؟ يعني بهالوقت هلأ ما حلو نخوف يلي بالبيت. انا بعرف بطل بكرة بيطلعنا من هون. صباح الخير ابني. صباح الخير امي. ديما لهلأ ما فائت؟ ديما سافرت على أنقرة. سافرت على أنقرة؟ ليش؟ شغل. شغل؟ طيب روحي. يلا خاطرك. مع السلامة، الله معك. دخل المريضة اللي بعدها بنتي. ديما خانم؟
كل لشوف يا حلو. أي صحة وهنا. بدك كمان خس؟ تعرف شو جاي على بالي هلأ؟ لو بيجيبولي جاتو بالشوكولا وفوقه كريمة وفوقه قطع شوكولا كمان. يا ربي شو مشتهي على الحلو. وانت بدك تاكل جاتو؟ انت كمان بدك شوكولا؟ بس اكل جاتو رح تعميك معي. طيبة؟ ألو نعم حضرتك عمران يورقان؟ عمران معك. عم اتصل بخصوص كرم سيربل. انت من وين جبتي هالحكي ديما خانم؟ الجنين بيكون ابنك. تفضلي هاي التقارير كلها. ونعمة خانم بتعرف. نعمة خانم ما بتهمني ابدا دكتور. اللي بيهمني انه دكتورتي قالت لي اني مستحيل كون امه لهذا الجنين. ديما خانم دكتور فهمني، بدي اسمع الحقيقة لاني ما رح اسكت عن هالموضوع. اسمعني ببساطة، أنا فيني أرجع أعمل تحاليل ورح أعملها بأكبر مخابر العالم، وحسب النتيجة إذا ما طلعت أمه للجنين صدقني ما رح تكون مبسوط. حياتي كلها بتتدمر وحياتكم ما رح تكون أهم من حياتي. وهلأ عم اسمعك. خايفة تكون عم تخطط لشي بالسر. مين اللي عم بخطط بالسر؟ لوين رايحي؟ نحن رايحين على الكوافير، حابين نعطيني بحالنا شوي. ايه منيح، روحوا بنتي غيروا شكل. مع اني بعرف اني بأسوأ حالاتي احلى من الصبايا. ما في منك انتي، شكراً. حلوة يلا رح نتأخر على الموعد. تمام يلا. مريم عن مين كانت عم تحكي؟ خذولي رح خلصنا. شكراً امشي. ايه هني كانوا عم يتخانقوا مع مجموعة شباب. تفضلوا. لك شو عملتوا؟ كرم المفروض تكون هلأ بلندن. مع الأسف ديما خانم، دكتورتك كل كلامه مزبوط. بويضات حضرتك ما نصالحة لعملية الزرع. طيب شو عملتوا؟ أنا شرحت كل وضعك لنعمة خانم. نعمة خانم قالت إن حابة كتير عمران بيك يصير عنده ولد، وطلبت إني استمر بالعملية. يعني؟ وكرمال استمر بالعملية استخدمنا بويضات رفيف خانم. معناتها هذا الجنين لعمران و... اي نعم، الجنين ابن عمران بيك وابن رفيف خانم. شو رأيك أصبغ شعري وغير لونه مريم؟ ما بعرف بس أنا شايفة إنه لونه هلأ كتير حلو. ما هيك؟ ويعقوب هيك بحبه. مريم شو رأيك أنت تغيري لون شعري؟ عم فكر إنه نعمله مايل على الأشقر. دخيلك شكراً، أي أشقر؟ لا لا هيك كتير منيح، أصلاً ما في حدا رح يهتم إذا غيرته. ديما خانم بصراحة عملنا هالخطوة كرمال سعادتك، يعني نعمة خانم. نعمة خانم ما رح تعرف اني اجيت، ولا حتى رح تعرف انك قلت لي شو عملت. نعمة خانم عم تتصل. رد. ايوة. ها دكتور مرحبا. اهلين نعمة خانم. ديما حكت معك او حتى اجت لعندك؟ ديما خانم ما اجت ولا اتصلت. دخيلك يا دكتور. انتبه، إذا حاولت تحكي معك أو حتى ممكن تجي لعندك حاول تتهرب منها قد ما فيك. ولا يهمك يا خانم، مستحيل خليها تشوفني. مع السلامة. بتشكرك كتير، بتشكرك. برافو كرم، برافو عليك. على لندن ما؟ خالي خلص لا تأخذنا. مو مشكلة طالما الطرف الثاني ما اشتكى عليهم.
فينا نمشي؟ فيكن تمشوا، بس اوعى تخلوني اشوف وشكن مره تانية. حضرة المأمور، لا تأخذنا، أخذنا من وقتك. العفو. يعطيكم العافية. أهلين. أنا ما قلت لك إني بعرف بطل وهو رح يطالعنا من السجن؟ إيه، حكولي لشوف شو صار. عمران بيك بيعرف؟ لا، عمران بيك ما بيعرف، ما حدا بيعرف، رفيف خانم ما بتعرف. الحقيقة بس عند نعمة خانم. أنت معقول تكون دكتور؟ كيف بتتورط بهالموضوع؟ ديما خانم، اهدي، نحن فينا نتفق ونلاقي حل. أنت ما عندك ضمير بنوب، نسيان إنك حالف يمين؟ كرم ما كان إله ذنب، الحق علي أنا. خالي مسألة بنت. شو كان بدهن منك؟ وقف لشوف. لحمة، لك شو عاملي؟ خلاص روقي. بنعملوا اي؟ عمران بيك لا تاخذني عم ازعجك. ديما خانم، ما بدي سمعتي تتأثر. إذا فضحتي هذا السر رح اتدمر. ليش ما سألت عن سمعتك قبل ما تدمرني؟ كلكن رح تدفعوا ثمن اللي عملتوه فيني. ديما؟ ما عم بقدر اتصل فيها، اليوم عنا اجتماع كتير مهم. ليش انتو مالكم بأنقرة؟ لا، شو في هنيك؟ عرفت كل شيء أمينة. الجنين طلع من عمران ورفيف، رح يتحاسبوا كلهم على عملتهم، رح يتحاسب الكل. ألو، نعم عمران. ديما أنت وين؟ كنت بأنقرة ومشوي رجعت على البيت. أنا عم بتصل فيكي طول الوقت. ليش ما عم تردي علي؟ كنت مشغولة وما قدرت رد عليك. كيف يعني ما قدرت تردي؟ ما فضيتي نهائيا؟ استنيني أنا جاي فورا، لا تطلعي. عمران لا تعصب علي، أنت ما بتعرف شو الموضوع. إيه مزبوط، وهلأ فورا بدي أعرف شو الموضوع. مو هلأ، أنا لازم أطلع بسرعة، عم يستنوني بالمكتب. ديما، عم قلك استنيني لحتى اجي، ما في تروحي قبل ما نحكي. عمران ممكن تهدى شوي لو سمحت؟ انا لازم اطلع، عندي شغل وبدي خلصه. المسا بشوفك ومنحكي. منشوف يا ديما. ريحتها طيبة كتير، يسلموا هالايدين بنتي. صحتين وهنا يا خانم. خير، شو بكي بنتي؟ عم بعمل شوية تمارين. ممتاز، لأنه الرياضة بتنزل الوزن دغري. انتي شو عم تقولي أسيل؟ بنتي انتي نحيفة وما في لزوم تعملي رياضة أبدا. بس أنا ما عم بعمل رياضة مشان أنحف، رياضة مفيدة للجسم وبتقوي. انتي مثلا كم خطوة مشيتي اليوم؟ ما بعرف، ما عديتهم. بس أنا عم عدهم، شوفي
اليوم مشيت 3430 خطوة، لحتى جسمنا يصير صحي لازم كل يوم نمشي أقل شي ساعة. هلأ ساعة مشي مو كتير لك بنتي؟ لا مو كتير، هذا الشي طبيعي مرت عمي، إذا اجتمع الغذاء الصحي مع الرياضة بتصيروا مثل شكران. إيه والله اللي عم تقوليه مزبوط، وأنا كمان لازم أمشي. أنتي لازم تركضي أسيل. ليش؟ لأنه أنا بعد شوي بدي أخذ استراحة، وأنتي لازم تجيبي لي المي المعدنية، وحضرتك لهلا واقفة هون، لا تتصفني فيني يلا. يا خانم، بتحبي أجيب لك مي معدنية مشان صحتك؟ خلص أسيل يلا على شغلك يلا. أنا طالعة على غرفتي. تمام. شو هالكنة المجنونة؟ ناقصني أنا. والله خوفتيني بنتي، ما انتبهت وقت فتي. شوفي عم ساوي له للبيبي كنزة صوف، وبس خلصها رح اعمل له طاقية. فينا نحكي شوي امي؟ طبعا. في شي قولي. نطلع لبرا؟ نحكي هون بنتي، عدي. لا، نطلع على شي مكان ونحكي هنيك. انا ناطرتك تحت. يا رب دخيلك، يا ترى شو هو الموضوع؟ ألو، مين معي؟ ليك لبقى تتصل على هالرقم عم تفهم؟ بكفي بقى، قليل ذوق. بلا أدب. مريومتي. كرم انت شو عم تعمل هون؟ شو صاير لوشك؟ اهدي شوي امي ولا تخافي علي، هلا رح احكي لك كل شيء. شو نحن لوين رايحين؟ كأنه بعدنا كتير. ليش ما عم تجاوبيني بنتي؟ شوي ومنصل على مكان كتير حلو. انتي بس اصبري شوي وهنيك منحكي. طيب بشو بدنا نحكي؟ صاير معك شيء؟ منحكي بشو ما بدك أمي، عن حياتنا وعن عائلتنا كمان. ديما، أنتي مو عاجبتيني أبداً، قولي شو في وخلصينا بقى. هلأ منحكي أمي. أنت هلأ كان لازم تكون بلندن، قولي شوفي شو صاير لك. أنا ورايح بالتاكسي شفت خناقة، لقوا كان فيها سليم، المسكين كان أربع شباب نازلين ضرب فيه. طيب هو ليش علق بهالخناقة؟ تخانقوا مشان بنت وما حكالي مين هي أبداً. طيب شو رح تعمل هلأ؟ ومشان سفرتك؟ ما بعرف، بس رح حاول لاقي شي حل. شو عم تقول روحي؟ أنت ما عندك وقت. عم فكر ما سافر وضلني معي. وشو هالحكي يا ابني؟ وموادك؟ شو شايفك فرحتي بهالخبر؟ مو هيك ابني، يعني أنا حابة تخلص دراستك وتتخرج،
بس بصراحة ما بستحمل بعدك عني بنوب. اللي أنا مين اللي غيرك بهالدنيا؟ لا تخافي أمي، أصلاً أنا ما رح أتركك بنوب ورح أضل هون وما عاد سافر أبداً. لا تكون مشان رفيف لغيت هالسفرة. مو مبارح المسهرة أصلا أنا وياها؟ فصرت بيني وبين حالي قول أنا شو عم أعمل؟ ليش لحتى أترك البنت اللي بحبها وسافر على لندن؟ أنا بصراحة فكرتك نسيت هالبنت وسكرت على الموضوع. أنا ما نسيتها يا أمي، ومن هاللحظة ما رح أتخلى عن رفيف. أختي الأمورة كيف اليوم؟ شو صرتي أحسن؟ يا عمري أنتي، دخيل هالريحة الطيبة. شو بكي نازلي؟ رجعتي عملتيها. شو عملت؟ عم تبوسيني مثل أمي. لأني بحبك مثل ما أمي بتحبك يا عمري، ألف الحمد لله. رجعت لك عافيتك ورح تطلعي هلأ. عن جد رح أطلع من هون أختي؟ إيه يلا جهزي حالك. أنا رح أستنى برا، جهزوا حالكم. ماشي عمو خليل، قومي يلا لشوف. انتي البسي وانا رح ضب لك كتبك. حابه البس هذا اليوم، هذا اللي جاب لي اياه عمران بيك هديه. البسي يا عمري، البسي يلي بدك اياه. هاي رسالة مكتوبة لأمي؟ يا الله قديش حلوين هالقلوب. هاي أمي وأنتي وأنا، نحن ثلاثة قلوب عم يدقوا كرمال بعض. ايه مزبوط يا عمري، نحن عايشين لبعض، وبس ترجع لنا أمنا ما عاد نفترق عن بعض أبدا. نزلي يلا خلص، جهزي حالك بسرعة لتكوني ما بدك تطلعي من هون. تمام أختي، خلينا نتصور مع بعض بس نطلع من المستشفى. حابة ابعت لها لأمي صورة مع الرسالة. منتصور حبيبتي، انتي طلبي شو ما بدك وأنا بعمل. تمام يا روح قلبي، أي شي طلبي. به يا الله إلهام، هلا وقت مزحيك. شو اللي مضايقك؟ هذا سليم، قلو من مبارح ما حكى معي بنوب. اتركيه، شو اللي جايكي منه؟ مبارح خرب الدنيا ونزع مرائنا، اتركي وحبي غيره. شوفي مروان شو بيحبك. اصلا كل اللي صار من وراه. ايه بس انتي شارطتي، كنتي لا توافقي. لك هذا مروان اخذ رفقاته وطلع، وما بعرف اذا تخانق ولا ما لحقوا لسليم. اوف شو بيكون صار فيهم يا الله. انتي على مين بالك مشغول؟ أكيد مو على مروان، ما هيك؟ لك إلهام تركيني. صحيح سليم حلو شخصية. عم تتوجع ابني؟ لا أمي أنا منيح. سليم مين ضربك؟ قول. أمي خلاص، شو الفايدة إذا عرفتي؟ انسي القصة. اللي مين عمل هيك بوشك؟ ليش عم تخبي علي؟ مو على أساس تروح تغير جو؟ شو يلي صار معك؟ وهي غيرت جو وانبسطي هلا. هالشي بخص حال؟ تخانقت مع حدا مشانا؟ شو صار؟ قول. أمي خلاص بالمخفر، ما سألوني كل هالأسئلة هي، انسي وسكري الموضوع. أوفيا شو هذا؟ هي أمي زودتها كتير، حكيت مع بابا مشان الفيسبوك وقلت له بدي رجع حسابي. ايه وشو صار؟ شو ما رضيت رجعي؟ أمي قالت له لا، لأني جبت ضعيف بامتحان الرياضيات. ايه معناتها كان لازم تدرسي منيح. بس أنا ما عندي حدا يدرسني مثل سليم بيك. صباح الخير يا حلوين. شو هاد؟ ورجيني لشوف. مشوهينك يا مسكين. انتي خليكي بحالك. سحر قومي لنمشي. انتي روحي، انا بدي احكي مع سحر لحالنا. بشو بدك تحكي معه؟ الهام سبقيني جاي.
ليلي شو انبسطتي بالرقص معي؟ لا تذكرني مروان. هداك الوطي كان حبيبك؟ هالشي ما بيخصك. حبيبك كتير جبان، إجا وعمل حاله قدامك قبضاي، بالأخير أكل ضرب لشبح. كيف يعني؟ شو قصدك؟ ليش أنت مبارح ما بتعرفي شو عملنا فيه؟ غيرنا شكل حبيبك شوي، كسرنا أنفه وورمنا عيونه. لا هو اللي ضربه. لو ما لحقوا هداك الواطي ما كان نفد من بين إيدينا. مين لحقوا؟ إيش بيعرفني مين بيكون؟ يمكن الشخص يلي إجا هو أخوه خلصوا منا. اسمعي، تقليله ما يورجيني وشه أحسن له. أنت يلي لا تأرجيني وشك أحسن لك. نحن ليش اجينا لهون؟ ديما، انت منيحة بنتي؟ لأنه البحر بيريحني أمي. ليش شو اللي صاير معك يا روحي؟ ليش ساكتة؟ جاوبيني، احكي شي كلمة يا روحي. انت اللي رح تحكي وأنا رح أسمع. ليش عملتي هيك؟ قولي. ليش بنتي؟ أنا شو ساويت؟ أنا ما عم بفهم عليك بنوب. حضرتك بتعرفي تكذبي منيح ولساتك مصرة تخبي علينا الموضوع. أنا ما كنت بأنقرة، سافرت على قبرص وشفت الدكتور وبعرف شو مخبي. أنت شو عم تحكي بنتي؟ بعرف إنه البيبي مو مني، عرفت كل شيء. البيت بياخد العقل. يا الله شو حلو. رفيف اتركي من ايدك، انا بنزله، فوتوا لجوه. شكرا عمو خليل. يلا تعي معي رح ورجيكي كل البيت. تمام تعي. عمران بيك، أهلا وسهلا. ما شفت حضرتك وقت اللي إجيت، تأمرني بشي؟ عملي لي فنجان قهوة إذا سمحتي. تكرم. ها رفيق، شو رجعتوا؟ إيه رجعنا. خالي أسيل، هي نزلي. أهلا وسهلا، نورتي. شكرا كتير. وأنتي بتعرفي لعمران بيك طبعا. مرحبا عمران بيك. أهلا وسهلا نزلي، شايف وضعك أحسن ما شاء الله. ما قدرت من قبل أتشكرك على الفستان الحلو، شكرا كتير. المهم عجبك، تلبسي بالهنا، لا بقلك كتير. يلا خلينا نطلع، أنتي لازم ترتاح. أنا رح جهز شي أكلة وطالعها على الغرفة. لا يسلموا، لا تعزبي حالك. لا شو هالحكي، شوي وبيجهز. يلا عمران، منيح اللي شفتك هون. خير اختي؟ في واحد كل يوم بيتصل فيني، رقمه ما بيطلع، يعني هاد اكيد واحد مريض. شو عم يقول؟ ما عم يقول شيء ابدا، كانه بدق ليسمع صوتي، وكل يوم بدق اكثر من مره. انا خايفه منه وما بعرف شو بدي اعمل معه. طيب ماشي، انا بهتم بالقصه، رح اعرف مين هو وخبرك. اخي انا ما بدي ارجع اقول لكرم، ما بعرف شو ممكن يعمل معه. منيح عملتي عين العقل، انا رح احكي مع المحامي. أنت لا تاكليهم. تمام. أنت ضحكتي علينا. لك إذا أنا ما بهمك، معقول ما بهمك ابنك؟ أنت خليتي بنت غريبة تحمل ابنه لعمران وتكون أمه. كيف إجا من قلبك تعملي هيك؟ أنت خربتي من حياتنا. أنت ما عندك ولا ذرة ضمير.
لك شو هالحكي اللي عم تحكيه أنت بنتي؟ أنا كنت مفكرة إنه هاد البيبي ابني ورح أحمله بحضني وأخيراً رح صير أم. لو أنا ما كشفت كذبك كنت رح ربي ابن وحدة تانية. كيف إجا من قلبك تعملي هيك فيني؟ شو هالقسوة اللي جواتك؟ ما فكرتي بمشاعري أبداً؟ إذا أنا ما بهمك، طيب عمران كيف كذبتي عليه هيك كذبة؟ بكفي، أنا كل شي عملته كرمالكن أنتو. كرمالنا نحنا؟ لك في بيبي بالقصة هاي مو لعبة، وأم هذا البيبي بتكون رفيف. شو هالكذبة اللي كذبتي علينا؟ بكفي، أنتو كان بدكن ولد وأنا لقيت لكم حل لهالشي. كنت حابة إنه يكون منك أنتي، بس ما مشي الحال، مستحيل يكون منك. أنا عملت هيك لأني مجبورة. لا مانك مجبورة، المفروض تحكي لنا قبل وتشرحي لنا كل شيء بصراحة، بس حضرتك قررتي تعملي هالشي لحالك ولعبتي علينا كلنا. يمكن نسيتي شيء مهم ديما. أنتي ليش كان بدك ولد ومصرة تجيبي؟ فكري شوي واحكي لي. يعني ليش برأيك؟ أنا مثل أي مرة بحب يكون عندي ولاد، ولهيك حاولت بأي طريقة أجيب هالولد. مو صحيح، كنتي وقتها خايفة عمران يروح ويتجوز غيرك، ولهيك كنتي عم تحاولي بأي طريقة تحبلي وتجيبي له ولد لأنك مرعوبة، وأنا هيك أنقذت لك زواجك. بس عمران بحياته ما فكر يتركني، وكان عطولي اللي نحنا فينا نكون مبسوطين بدون ما نجيب ولاد. يلي هو بيقوله شي واللي أنا بقوله شي تاني. أنا لازم أضمن استمرارية عائلتنا ولو شو ما كلفني هالشي، ولهيك لازم يكون في ولد يحمل اسم عائلتنا، وهالولد يا أنت اللي لازم تجيبي لنا ياه يا أما ست تانية. هلأ استمرارية عائلتكم أهم من كل شي يعني؟ أهم مني ومن ابنك عمران؟ أنت ما عندك رحمة بنوب؟ ما خفتي حدا يعرف بعدين؟ لو أنت ما رحتي لعند الدكتور وسألتي ما كان حدا رح يعرف بأي شيء. تأخر الوقت على هالحكي، أنا هلأ بعرف بكل شيء وما عاد بدي هالولد بنوب، وأنا رح أحكي كل شيء لعمران. لهم فترة عم بيتصلوا مع مريم من رقم ما بنعرفه، بدي منك تعرف لي مين هاد وين ساكن وين صاير شغله. أمرك يا بيك، كم يوم بقول لك مين هو. تمام، يسلم. رح خليهم كلهم يعرفوا بكذبك، زياد بيك وعمران وكلهم رح يكرهوا حضرتك. وانتي شو بدك تساوي؟ ها؟ بدك تعيشي طول عمرك وانتي ناقصة لأنك ما قدرت تجيبي ولد لابني؟ لك بنتي قدامك واحد من اثنين، يا بتدمري كل شي بإيدك يا أما بتنبسطي باللي أنا عملته كرمالك. كلهم بيعرفوا إنه هالبيبي منك، وإذا كان هالبيبي صبي وقتها ما رح يكون في أغلى منك بنوب، وحتى عمران وزياد بيك رح يحملوك على كفوف الراحة. أنا ما بيهمني هالشي أبداً، ما بدي أعيش حياتي بالكذب. نحن التنتين نسوان على بعض ومنفهم بعضنا منيح، وعائلة يورقان رح تضل مستمرة بفضلك انتي وهالولد. انتي فهمانة شو يعني هالحكي؟ هالولد مو ابني، ابنه لرفيف. ما حدا رح يعرف هالشي بنوب، وانتي اكيد رح تتعودي ومع الوقت رح تنسي. شو عم تساوي؟ ديما شو عم تساوي؟ هلأ رح حل كل شي أمي. أنتي بتتعاقبي على كذبتك وأنا بنفس الوقت بخلص من هالعذاب. أختي ما كنت متخيلة إنه البيت حلو كل هالقد. هاي العيلة ما قصرت معنا بنوب، ليكي انتي طبتي ورح تعيشي معي. يا ريت ماما كانت معنا هون كمان. يا ريت.
بس لا تخافي، عن قريب رح تكون معنا. وأمي رح تجي لهون تعيش معنا بهذا البيت؟ ما بعرف، يمكن نطلع ونشتري بيت وبعدين بدور على شغل. ليش أنتي مو عم تشتغلي هون أختي؟ لا تكوني رح تتركي من عندهم. يعني بالأخير رح أترك من هون طبعاً، أنا ما بدي ضل عم بشتغل خدامة لآخر عمري. ما بتعرفي يمكن لاقي شغل أحسن منه. عم يتعبوكي كتير ما هيك أختي؟ بيتهم كبير وشغله ما بيخلص. أنت شو مستلمة هون أختي؟ يا صبايا جبت لكم فطاير كتير سخنة، هلأ طالعتهم من الفرن. شكراً كتير. صحتين وهنا. يسلم. يلا حبيبتي عادي ناكل. جعتي ما؟ يعني يعني أنت بدك تموتينا؟ إذا شايفة هالشي صح وبدك تتركي كل اللي بتحبيه لا تترددي. أنا ما بتفرق معي أبداً، أنا عشت حياتي وما بقي لي شي. لا توقفي نهائياً. يلا انتي اهدي واسمعي كلامي بنتي، هيك انتي وعمران رح تكونوا مرتاحين بحياتكم. لا تخافي ابدا، ما حدا رح يعرف باي شيء. انتي رح تكوني امه لهذا الولد، واسم عائلتي ورقان رح يستمر بفضلك انتي، وهذا السر رح يروح معي للقبر وينتهي كل شيء. اقتنعتي بحكي بنتي؟ يعني خلص ما رح تحكي شي لحدا ما هيك؟ ما رح أقول شي أبدا. برافو عليكي، لو كنت مكانك كنت رح أعمل مثلك. رح يجي يوم وتشكريني فيه بنتي، وكلنا رح نكون مبسوطين بحياتنا، كلنا يا عمري. ما رح يصير اللي بدك اياه، هالولد ما رح يجي على الدنيا، ما رح يجي. اختي الجنينه بتاخذ العقل، بس يصحى الجو بدي اطلع ونقعد فيها، وكمان بدي نلعب بالطابة مع بعض. انت هلأ بس تحسني شوي وبعدين اعملي يلي بدك يا. ما بصير تتعبي حالك. ماشي ماشي اختي. يلا نفوت لجوا، ما بدي تبردي. لا لو سمحتي خلينا كمان شوي رفيف، إلي زمان محبوسة بالمستشفى، خليني اتنفس شوي. نزلي يلا قعدي. نزلي خلاص لو سمحتي. اوه ليكي مين في هون؟ تعال شوف، تعال اعرفك على اختي. شوفي هذا قدر. مرحبا قدر، شو لذيذ اسمه كمان كتير حلو. أنا اللي سميته هيك. نازلي نورتي البيت. بوجودك. كيف صرتي؟ هلأ أحسن مو هيك؟ منشكر الله هلأ صرت منيحة، بتشكرك كتير، يعني لأنك تبرعت لي بالدم. ولو هذا واجبي، هلأ نحن صرنا أخوات بالدم.